فالآن ننتقل إلى الرواية الثالثة والأكثر شعبية والأكثر تداولا بين الناس. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ آمل أن تكونوا بخير. يقال في الربع الأول من القرن الماضي كانت هنالك عشيرتان تسكنان في لواء المنتفكة محافظة ذقار العراقية حاليا. كانت هذين العشيرتان تسكنان في قريتين متجاورتين تفصل بينهما ربوة أطلق عليها اسم إيشان، وهي عبارة عن مقبرة مهجورة خالية كبيرة تمتلئ بالحفر والمغارات المرعبة. قد اشتهرت أن الطناطل تعيش فيها، والطناطل هي جمع طنطل. وقد سكن في ذهن الناس أن هذه المنطقة مرعبة، وأن أي من يذهب إليها تحدث إليه أمور غريبة ومرعبة، وقد ينتهي به المطاف إما للجنون أو الموت. وقد حدث أن شابا طويلا وسيما من إحدى العشيرتين اسمه طاوي قد أحب فتاة من العشيرة الأخرى اسمها سواهن. آمل أن أكون قد نطقت الاسم بالطريقة الصحيحة. وعندما توطدت أواصر الحب بينهما قرر الفتى أن يخطبها من أهلها، لكن لولا أنه قد تغنى بها في أشعاره، وهذه العادة تعتبر عار عند العرب، لكانوا قد قبلوا لكنهم رفضوه، خصوصا وأنه في قصائده الشعرية قد ذكر مفاتنها، وهذا كما قلنا يعتبر عار عند العرب قديما. هذه العادة ما زالت لحد الآن في بعض المجتمعات، وخصوصا المناطق الريفية والمحافظة في بلداننا العربية. عاد طاوي الكرة وخطبها مرة وأولى وثانية وثالثة، لكن تم رفضه في كل المرات بحجة أن لديه طراوة وحلاوة كالنساء، وليس لديه صفات الشجعان والفروسية كالرجال. فلم يجد طاوي من حل سوى اللجوء إلى أسياد وأشراف عشيرته، فتوسطوا له وذهبوا إلى أب وعشيرة الفتاة ليخطبوها له. بعد مجادلات ومشاورات كثيرة توصل الطرفان إلى حل، هو أن يبرهن طاوي على شجاعته ليفوز بالزواج من الفتاة. فلم يكن لديه سوى القبول بهذا التحدي، وكان التحدي هو عبارة عن أن يذهب إلى إيشان في ليلة غائبة القمر، ليلة مطيرة في منتصف الليل تحديدا، إلى تلك المقبرة، وأن يضع فيها وتدا من النحاس في وسطها ويعود. إن فعلها فهو يستحق الزواج من الفتاة وقد برهن على شجاعته، وإن لم يفعل فقد خاب مسعاه. كما قلنا قبل طاوي بالتحدي لأنه هذا هو الحل الوحيد. ذات يوم عاصف كان البرق والريح قد ابتدأ والأمطار قد بدأت تنزل بغزارة وغاب القمر بفعل السحب. أتت الأوامر إلى طاوي بأن هذا اليوم هو اليوم الموعود، يجب عليه أن يذهب إلى إيشان ويبرهن على شجاعته. لبس طاوي معطفه الجلدي الغليظ إضافة إلى حمله ذلك الوتد من النحاس، وخرج من منزله قاصدا إيشان. في الطريق أطردته أمه تجري، أعطته فانوس يضيء وقد ينطفئ مرة ويضيء مرة بفعل الريح التي تلحف به. بدأت أمه تحاول طوهنته وإثارة الشجاعة فيه وتخبره بأن الطنطل كائنا لا يؤذي، فقط هو يسخر من الرجال الجبناء، ويجب عليه التحلي بالشجاعة وعدم الخوف لأن هذا الكائن لن يؤذيه. بدأت تتعالى زغاريدها لإثارة الشجاعة في نفسه، فأخذ الفتى الفانوس وقصد ذلك المكان. بفعل الرياح العاتية والأمطار النازلة بغزارة والريح والبرق اختفى صوت أمه تدريجا، وبدأ يبتعد شيئا شيئا في خلفة الظلام وأثناء الأمطار الغزيرة.
عندما بدأ طاوي يقترب من الهشام بدأت نبضات قلبه تتسارع، خصوصا أن الليل زاد حركة وأن الريح زادت قساوة والمطر بدأ يشتد أكثر فأكثر. فبدأ طاوي يكلم فانوسه ويقول: لا تنطفئ يا أيها الفانوس، بصوت مرتفع لإيهام الطنطل بأن هنالك شخص معه، لأن الطنطل عرف عليه أنه يهاجم الشخص وحيد إن وجد شخصين أو ثلاثة يبتعد ويهرب. فبدأ يكرر: لا تنطفئ يا أيها الفانوس، بصوت مرتفع ليوهم الطنطل كما قلنا بوجود شخص معه. وبدأ يفكر في الأهازيج والأغاني التي كان يغنيها عندما كان صغارا وبدأ يرددها، وأحد هذه الأغاني تقول: لا تنطفي يا فانوس، كازك علينا بفلوس، الشيخ لسه واسنان كله من سقع النسوان، اللحية منه مهلسة وعيون علي بحلسة، جنة جبير الجاموس، لا تنطفي يا فانوس. وظل يكرر هذه الأغنية إلى أن وصل إلى ذلك المكان المتفق عليه في ذلك الليل ذو الظلمة العاتية. تخيل عزيزي المشاهد ذلك المشهد المرعب. عندما وصل طاوي إلى الهشام اتجه مباشرة إلى المنتصف، المكان المتفق عليه مع أفراد كلا العشيرتين. انحنى طاوي ليأخذ صخرة ليدق بها الوتد في المنتصف، لكن عندما انحنى حصل ما لم يكن في الحسبان. انطفأ الفانوس بفعل قطرة مطر نزلت على الزجاج حطمته وجعلت الفانوس ينطفئ. ارتعب طاوي كثيرا وأخذ يدق الوتد بشكل سريع ليتخلص من المهمة ويهرب، لكن عندما أنهى الدق وهم بالهروب لاحظ شيء أمسكه من العباء من الخلف، ففكر في نفسه يلتفت ويرى ذلك المشهد، وجه الطنطل الذي اشتهر عليه عينين حمروتين جاحظتين، قامة طويلة ونحيلة تثير الرعب في الرأي، لديه قرنين أذنين فم يصل إلى الأذنين، كل ذلك أوصاف مخيفة. أم يهرب، ينزع العباء ويهرب، فلم يكن لديه من خيار سوى أنه نزع العباء وهرب وظل يجري إلى أن سقط في حفرة وفقد وعيه. أثناء الصباح لم يأتي طاوي، فاحتارت كلا العشيرتين وتشكلوا في فرق ليذهبوا ليبحثوا عنه. فوجدوا أن عندما وصلوا إلى الإيشان وجدوا أن عباءته قد دقت الوتد في العباء، يبدو أن طاوي هو من دق الوتد في عباءته دون أن ينتبه، وبحثوا عنه طويلا إلى أن وجدوه قد فقد عقله نهائيا وقد نزع ملابسه. لقد أصبح طاوي مجنون، أصبح يسير في طرقات القرية ويركض فيها وفي سككها، ولا أحد يقترب منه ولا هو يقترب من أحد، الأطفال يجرون وراءه ويلعبون معه، لقد أصبح ينزع ملابسه ويكشف عن عورته، كل الناس تنظر إليه بعينين مشمئزتين ما عدا عينين فقط تنظران إليه وهما تدمعان، عيني تسواهن التي قد زوجت قصرا من أخيه وثلاث أخريات كتعويض لأسرة الضحية، هذا حسب القانون الذي كان يسير بين العشائر. قصة محزنة ومرعبة، في أن واحد يعني هناك من يقول أنه فعلا من قد أمسك عباءته هو الطنطل، وعندما هرب طاوي قد فعل ذلك ليخفي فعلته، وهنالك من يقول أن بالفعل طاوي هو من لم ينتبه وقد دق الوتد في ذيل عباءته دون أن يعلم بسبب الظلام الحالك. شاهد عزيزي المشاهد هذا الفيديو الذي يقال أنه لطنطل قد هجم على الناس في الغابة في العراق. أعوذ بالجبار العظيم، أعوذ بالله الكريم. أي أي دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك عاد دير بالك لا عورني راجع شوية راجع 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 لا 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 قاعد يمنا لا شعلنا 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 حطنا حط 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 شوف الأصوات شباب شوف الأصوات اسمع 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 سوي النار عليك عليك النار ما دخلت عليها حوالي
يهجم علينا قبل النار. شلون طابوقي؟ طابوقك هاي هاي طابوقي هاي طابوقي. اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولك شو ولك علينا ولك ضربت اخ رجلي اخ يا ابو كسر رجله. فيوم رميك عزيز المشاهد ان عجبتك الحلقة ان تشترك في القناة وان تضع لديها لايك وان تكتب لنا في التعليقات الاشياء التي تريد ان تشاهدها والاشياء التي عجبتك والاشياء التي لم تعجبك لنحاول ان نصلحها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة واحدة.